الحاج حسن راه من سوق الخير عاصمة المعاش مراكش. الحمد لله حنا في هذا السوق هذا واحد تقريبا 34 سنه حنا خدامين هنا في نفس الميدان، في نفس الميدان ديال الدجاج، والحمد لله حنا باقي مستمرين مع هاد الناس هادو ان شاء الله باذن الله. الدجاج حوصل دابا علاش هاد الغلاء؟ الدجاج نعم زيد دابا 25 درهم 26 درهم للكيلو اللي واصل بالنسبه للاسبوع تقريبا هو في نفس الثمن كيلعب بين 25 26 حتى 27 درهم للكيلو. وهاد نعم زيد العامل ديال الغلاء جابتو نعم زيد العامل ديال الحراره هو اللي جاب هاد الغلاء هذا، لان هاد الحراره هادي كتكرس فيها الدجاج كيموت الناس الضيعات، هذا هو السبب الرئيسي ديال الدجاج اللي وحتى الناس زادوا العام زيد ديما كينقصوا في الشارج، الناس المهم الضيعات كينقصوا الشارج في الصيف، لان كيعرفوا الحراره كتكون في نواحيه مراكش وماشي في مراكش، المغرب كله بصفه عامه كيكون العام زيد الحراره كينقصوا في الشارج، الكره تقريبا ديال 50000 60000 كيديروا فيها 30000 20000 باش ما يكونش عندهم ضياع، وما كاع داكشي وكان ضياع في الدجاج، لان هذاك واحد يومين تقريبا ثلاث ايام جاب لي واحد الزنده خايبه، ملي كيكون بالليل كيوقعوا عليهم المشكل، ما باقي بالنهار كيكون الخدامه كيكون كيديروا الرشاشات كيديروا هذه كيبقاو مقابلين بحال الدري الصغير، ولكن بالليل ما كاينش ناس يتسالى مع راسو كتجي ديك الزمته الدجاج ما يمكنش الخدام يبقى مقابلو، ملي كيتزمت راه كيتوفى الدجاج، لان راه تقريبا كتفوتي 25 درجه الحراره كتكرفس الدجاج. أما بك درجات الحرارة كتلقى 37 درجة 38 حتى 40 داخل الكوري، واش راه دايرين نعم زيد فيه دايرين كليمات ودايرين رشاشات ومازال وما تحملوش، لأن الحرارة كثيرة تبارك الله، الحرارة ملي كتلقى 40 درجة في الليل وكذا وكتلقى في الكوري، الكوري علاش كتكون الكوري زاد فيه الحرارة على برا؟ كيكون فيه الغبار سخون والدجاج كيطلع نعم زيد كيطلع ليه الحرارة وكتأثر بهاد الحرارة هذه، هذا هو الخصاص اللي وقف الدجاج، هادشي باش غلى الدجاج هاد الأيام هادي، فيه على الناس علاش غيبوا اللحوم الحمراء؟ لأن دارت واحد الثمن بايض، حتى الدجاج نعم زيد دابا ملي غلى هاد الأسبوع هذا ما كاين شكون كيديه، الناس اللي ولا بداو منه، شي ريستورات شي قهيوة شي كذا، ما حتى المواطن اللوكال راه كيدي واحد الفريج بشحال هذا كيقرد ويقسمه، ولا كيجي كيقول لك عطيني واحد الربع، ولا عطيني واحد نص كيلو، ولا فرق معايا شي طير، ما بقاش كيدي طير وجوج طير، ما باقيش هاد المسألة هادي. الانسان كيقول لك كيقول لك عطيني واحد نص طير ولا عطيني واحد الربع ولا نص كيلو، يكون كان الدجاج رخيص غادي يقول لك عطيني واحد الطير ولا جوج طير، ملي كيجي كيلقى 25 درهم 26 27 درهم الكيلو راه كيجي غالي، اما هادشي يقدر المسكين يدي فروج جوج طير طيح ب 60 درهم 70 درهم الفروج، راه جايه بزاف ديك الساعه 70 درهم 60 كدي بها جوج طير، دابا باش يدي بها واحد راه ما يمكنش 70 درهم جايبها هو بيتقدا بها كلشي، بيتقدا بها خضرا بيتقدا بها شويه ديسير بيتقدا بها دجاج ولا الحيمات ولا كذا، فإذا ديجا عطيها فرج ويمشي راه ما يمكنش. كان واحد الوقت كتلقى تبارك الله 40 كوري 50 كوري دايرين بمراكش، دابا راه ولا ضربات الناس ولا خمسه هما اللي متحكمين هنا في السوق. بحال قلت لك كتكون اتفاقيه بيناتهم شحال تشارجي انت شحال تشارجي انا شحال. ولكن دابا ملي كيجي طال الصيف الصيف هو اللي كيحكم عليه. ما باقيش ديك الاتفاق ديالهم الصيف هو اللي كيحكم عليه ما يقدرش يشارجي قلت لك قبل. كتكون الفلو الكوري ديال 50000 60000 لكن ما مشارجي فيه 20000 ديال الدجاج. ها هو انت عندك واحد 40000 خاصه تبان عنده واحد مول الكوري واحد. وملي كتجي الحراره وكتموت الدجاج ها هو ولا عندك ثاني خاص اخر. فلهذا انا كنلاه مزيان امتى يوجد الدجاج ان شاء الله. الدجاج تعطي واحد شهر تسعود. شهر تسعود غادي يبان لنا ديك الساعه موجود ان شاء الله. وماشي في الاول ديال شهر تسعود الاخر ديال شهر تسعود. يعني دابا الناس غادي يشارجوا في شهر 8 النص ديال شهر 8 غادي يشارجوا الفلوس ملي كيكون صغير راه ما كتخافش عليه من الحراره. ها كيكون شادي واحد المساحه في الكوري. يعني كتعطيه التسع ديالو كيمشي صافي كيتبرد ولكن ملي كيبدا يكبر وكيجد لك المساحه بزاف تما فين كيكون المشكل وكتكون الحراره تما فين كيكون المشكل. الناس دابا نعاود في شهر 8 ونص شهر 8 غادي يشارجوا الاخر ديال شهر 9 ان شاء الله يكون خير ان شاء الله باذن الله.